نجمة وعليها الكلام. يقول لك خاصة فيما يخص السمنة تلقاهم يعملوا في ريجيم البنيات وما تنقصش في الميزان، برد بالها من مكلتها تعمل سبار، إما الميزان ما تنقصش. الطبيب شنو يقول لها؟ يقول لها عليك بالدريناج لنفاتيك. قلت عليا بحلية جناب، تفسر لنا حلية يا لندرا، هالدريناج لنفاتيك هذي هو شنو بالضبط؟ فاش يتمثل؟ وشنية الحالات اللي يكون مفيد فيها؟ نبدأ بسؤال بسؤال، تقول لي شنو معناها دريناج لنفاتيك؟ الدريناج لنفاتيك هو من الاول ساعة هي معناتها حاجة ميديكال، ماهيش كيما قلت لي انت استيتيك، على خاطر هو يتقسم على زوج حاجات، صحيح اللي هو ميديكال استيتيك، اما هو من الاول بكل ميديكال. علاش ميديكال؟ على خاطر اللنف في البدن اللي هو تتعدى في الفيسو، هي شنيا اللنف؟ هي سبستانس ما عندهاش حتى لون، جوست تتعدى في لي فيسو اللي هما لنفاتيك، باش معناتها فما لي توكسين ولي ديشي نتاع لي تيسو اللي هو الحشاك الوسخ وال. هذا كله انا طلب منك تحكي بالعربي، كما حكي ما طلبتش منك تحكي بالعربي، كل الامور كانت بالعربي خاطر ارخف شوي. خلينا نفهم احنا بالدارجة نقولوا بدنك فيه الماء. فوالا هي ريتونسيون تاع الماء. واحد ينجم يقول لك اني قاعد مش ناكل، اما معناتها ما يعرفش كيفاش قاعد يشرب في الماء، دو تيل سورت بدنه باش يتنفخ والماء يقعد في البدن. واضح. كيفاش الماء يقعد في البدن؟ احنا عندنا في السيركولاسيون هي تهبط من القلب وكل هذيك تاع الدم، وبعد كي ترجع اللي هي السيركولاسيون تاع اللمفاتيك معناتها هذيك، كي باش ترجع فما دي فالفيو اللي تكسروا في البدن، الماء كي يهبط اللوطه ما عادش يرجع بالكدا. واضح. معنا احنا نزيدو ناكلو حاجات مالحه اكسيتيرا، هذاك الكل باش يزيد يهلك. دونك العبد يقول راني سقايه تتنفخ، هما خاطر الاكثريه تجي في الاطراف، فهمت؟ تقول قاعد سقايه تتنفخ وايديا تتنفخ، مانيش فاهم علاش. هو هذاك واحد لازم حتى كي يشرب الماء يقسم الماء على برشا مرات في النهار، هيك علاش يقول لك اشرب دبابس ماء صغار. واضح. خاطر واحد كي راه دبوسه ماء كبيره باش يوهك، معناتها ماش باش يشرب فيسه، يقسم لازم يشرب بشويه. الدريناج هذا هو فيه ديبرسيون، معناتها فيه مساج، هو مساج بليدين، لازم فيه دي معناتها حاجات ضغط سيركولير، يبدا المساج بشويه اي وبالسياسه اي وديما، معناتها انت كي تشد البقعه لازمك مينيموم تقعد درج وانت تنزل، اما النزلين يختلف معناتها بشويه بالقويه. علاش؟ خاطر انت نحكيو على حاجه فيها وجيعه حليه جنابه والا لا؟ تنجم، خاطر هو واحد كي يمشي يقول لك والله ضعفت، كي تجي تشوفه يقول لك تشوف زح زرقت، معناها عاوزه زرقتني كل ستيسين الفلانيه كل كيني الفلانيه، فهمت؟ هو في مخه سي بون، اما لي خاطر فما بدن سنسيبل، فما معناتها واحد مش كيما مثلا واحد عنده سيلوليت اكسيتيرا، معناتها تقول هذا عنده معناتها نفس التيب نتاع السيلوليت كيما العبد الاخر، ما تنجمش تقول هذا عنده انفخ كيما العبد الاخر، سا ديبون، معناتها انت باش تقوي ولا باش تنقص حسب العبد اللي قدامك. واضح. فهمت؟ نجمة وعليها الكلام.